سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية بمجموعة إكويتي جروب. سركيس أهلا بك معنا، وخليني أبدأ بالنفط وهذا الصعود اللي عم نشهده ما زال متواصل قرب مستويات ال 45 دولار، وشفنا يمكن انخفاض المخزون بواقع 5,150,000 برميل حسب بيانات معهد البترول الأمريكي. كيف عم نفسر هذا التحرك، وإلى أي مدى ما زال أمام الأسواق النفطية مزيد من المكاسب برأيك حتى نهاية هذا العام؟ بالفعل أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم أمس في المخزون من النفط، وانخفض كما تفضلتي بحوالي 5,150,000 برميل، وهذا الانخفاض سبب زيادة في الرغبة في طلب النفط مما دفع أسعاره للارتفاع. وبدأت أسعار النفط ارتفاعها بالفعل هذا الأسبوع بعدما تم الإعلان عن نجاح لقاح فيروس كوفيد-19، وهذا الأمر سبب تفاؤل في الأسواق المالية من احتمالية عدم أن تكون المدة طويلة جدا في التي سيمر فيها الانخفاض في أسعار النفط. هناك موضوع آخر يجب النظر إليه، وهو أن الاقتصاد الصيني في مرحلة من التعافي المستمر، كما أن الولايات المتحدة لا يوجد فيها إغلاقات كبيرة اقتصادية، وهذا بالتالي يبقي نوعا ما على الطلب من أكبر اقتصادين في العالم على النفط. هناك بعض الدول مثل بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال أيضا تقوم بإجراءات إغلاق، لكن في نفس الوقت يبدو أن هناك بعض التعادل في قوى الطلب والعرض كانت، لكن مع أنباء لقاح فيروس كوفيد-19 إلى جانب بيانات إدارة معهد البترول الأمريكي يوم أمس ساهمت في دفع أسعار النفط للارتفاع. باعتقادي هناك فرصة بالفعل لأن نشهد المزيد من الارتفاع في أسعار النفط، لكن هذا الارتفاع قد يبقى محدود، خصوصا آخذين بعين الاعتبار بأن منظمة أوبك وحلفائها خفضوا الإنتاج سابقا بواقع 7.7 مليون برميل، وحاليا نشهد بعض التعافي حتى ولو بشكل طفيف جدا في طلب النفط إن كان من الصين وكذلك من الولايات المتحدة، مما قد يحفز بعض الارتفاع، لكن بصورة أوسع قليلا. أسعار النفط بقيت ضمن تداولات في نطاق محدود، بقي في أغلبه بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف بين 42 دولار من الأعلى أغلب الوقت وأعلى من 35 دولار، حتى مع الانخفاض الذي شهدناه ما دون 35 دولار خلال الماضية، لكن سرعان ما تعافت أسعار النفط وبقيت ضمن هذا النطاق. حاليا أعتقد بأن مزيد من الارتفاع قد يحصل، لكن أيضا لا أعتقد بأن فترات الخروج من هذا النطاق ستكون كبيرة، وبالتالي ربما سيكون الارتفاع محدود نوعا ما. فأسعار النفط حاليا بحاجة لبيانات أساسية تثبت عودة استقرار الطلب العالمي قبل أن تتخذ اتجاهات صاعدة حقيقية. نعم، يعني منعتذر منك سيد سركيس، لكن لدينا مشكلة تقنية، ظاهر الصورة غير واضحة لدينا. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من عمان.